انا مش عايزك تقلق خالص يا بطليموس، ان شاء الله كله هيبقى تمام. انا ما بقلقش، ما تقلقش مولاي. ليه دكتور نفساني يا مولاي؟ ليه ايه؟ دكتور نفساني يا مولاي. خليك في شغلك، ما تتدخلش في اللي مالكش فيه. مش عشان اقدم واحد في المعبد اسكت لك، ترجع بواب تاني. اتفضل. امرك يا مولاي. ايه الناس اللي بتتحشر دي؟ امر مولاي. ايه يا مس من معت الكلام الفاضي ده؟ انت فضحتني ولا ايه؟ بقى انا بقول لك بيني وبينك رايح لدكتور نفساني تعبان شويه، الناس كلها عرفت. ايه السياح ده؟ مين دول؟ شعبك يا مولاي. طب خلاص مشيهم مشيهم. يلا يا ابني يلا. من هنا يلا يا حبيبي يلا. يلا, يلا, يلا. انا مش فاهم ايه لازمه الشعوب او اي قلق في الشوارع وخلاص. مبسوط انت كده؟ كل البلد عارفه انا رايح لدكتور نفساني؟ هيقولوا خلاص عليا اتجننت؟ يعني انا اخونك يعني يا بطليموس يا اخويا؟ ده احنا متربين حتى في معبد واحد. متربين؟ ما الناس قدامك قالت وانا بألف. فوق بقى، عيب عيب. اتفرج بكره على البرديات هتلاقي الخبر مرشرش فيها، واتفضحت انا او انت. حوش حوش حوش، مفيش اي حاجه هتنزل في ولا برديه. بعون الله امك مسيطره. انت يا عجل انت، تعالى تعالى هنا. ايه امك دي؟ بتبيع كرشه؟ انت هتعدي حدودك ولا انت بقى انت واقف قدام امي دي؟ الملكه، الملكه كليوباترا، ملكه عليكم كلكم، لان كلكم ولا حاجه. فاهمني؟ انت واهلك ولا حاجه. مش عشان بتمشى معاك في المعبد ومصاحبك تتعدى حدودك. فوق، ما تحطليش ايدك على سرتك. انت بقى وانت بتكلمني، انتوا بتاكلوا منين؟ من المعبد. بتلبسوا منين؟ من المعبد. بتقبضوا منين؟ من المعبد. يبقى تحترم ملكه المعبد. اصحى، اتفضل روح دلوقتي على عمك بحبنبوت اللي ورا المعبد. ابنه مات، تعيش انت. عزي وقوم بالوجه. لا حول ولا قوه الا بالله. هو سيس قامت؟ ده كان لسه معايا امبارح. مات مات، عمل خناقه موت مع الواد سمين نرمر بتاع شبرمنت، الاتنين قتلوا بعض. روح اعمل الواجب وظبط الجثتين. ها، ظبطهم كده وفلترهم، ولفهم لي لفه هديه عشان اقدمها لامي في عيد الام. امرك يا مولاي. ثانيه، امي اللي هي مين؟ الملكه. وانت ولا حاجه، انت واهلك. انت واهلك ايه؟ ولا حاجه. بانكسار ولا حاجه. الشعر ده يتحلق. اتفضل، سلامه. امرك يا مولاي. الواد ما قاليش عيادة الدكتور فين؟ بسم المعد، بسم المعد. احساس فظيع يا دكتور. الناس فاكراني يا ما هنا يا ما هناك، فاكرني سعيد. بطليموس الخامس عشر راح، بطليموس الخامس عشر جه، وعيل صغير ومفرفش، امه ملكه. انت عارف كلام الناس والاشاعات، مع المشوي مشوي والمقلي مقلي، وبيضيفوا كمان. وقد ايه ده سعيد ومتهني، اني بالعكس تمام. بطليموس الخامس عشر جواه حزن شديد، حزن شديد يا دكتور. ايه يا دكتور الجو ده؟ مين دول؟ ما تقلقش، دول بيدونوا كل كلمه بتقولها سموك علشان اعرف احدد المشكله. حلوه قوي كل اللي بقوله. طب كويس ان انت قلت لي. ان شاء الله بكره الصبح ابعت لك عم حسن النقاش بتاعي يدي وشين. معلش سوري، عشان ده كلام، دي اسرار عيله وحاجات شخصيه. ما تعرفش، ممكن بقدره قادر بعد الاف السنين نبقى تاريخ ويعملوا لنا متاحف. ما يرضكش السياح يقروا الحاجات العائليه، سوري يعني. سموك تعمل اللي انت عايزه، هي بلد امك. يا دكتور الطريقه دي، ايه بلد امك دي؟ شتيمه ولا على اساس ان امي ملكه فعلا؟ بالعكس، ده شرف لينا. اتفضل كمل لو سمحت. ابدا يا سيدي. انت عارف اللي بيتقال دلوقتي في البلد، بس انا مشكلتي الحقيقيه يا دكتور ان انا مش حاسس بتميز في الحياه، مش لاقي نفسي. انا مين؟ في زحمه. هتقولي انا بطليموس الخامس عشر، اقول لك ايه، في 40 بطليموس في العيله. خالي بطليموس ال 13، جدي بطليموس ال 20، جوز عمتي اللي هو سافرنا في كندا دلوقتي بطليموس ال 22، جوز خالتي بطليموس ال 26. عارف، في بطليموس كتير في الموضوع. عارف، لو كله يعني لو كله بطليموس وانا شريف كده في النص هبقى مميز شويه، بس دربكه زحمه. بصراحه العيب على الوالد، كان ممكن ما يوافقش يسميك اي اسم تاني. انت عارف بقى، بصراحه الراجل لما بيبقى متجوز ملكه بيبقى مكسور شويه. معلش، انت عارف امي الملكه. يعني فاكر حضرتك فيلم مراتي مدير عام؟ نفس الفكره، نفس الفكره. فانا يعني الراجل نعذره حقيقه يعني.
وبعدين اللي شغلني دلوقتي موضوع الاخ مارك انتوني الواد الصغير ده. كلام مال البلد انه بيرسم على امي وجو كده مش لطيف يعني، عارف؟ مش عارف اعمل ايه. والوالده موقفها ايه؟ الوالده ما انت عارف، ست حلوه وصغيره وملكه، مين يجرؤ يقول لها انت بتعمل ايه؟ يبقى مجنون حتى لو كان ابنها. استغفر الله العظيم. ايه يا دكتور في ايه؟ انا ما قلتش حاجه. ايه الاداء ده؟ انا بقولت في مشاعر نبيله بينها وبين انطونيو، وارد يعني، لكن حسستني ان امي بطاله والعياذ بالله. اذا كان كده معلش، بس خد بالك من الولد مارك انطونيو ده، لانه مش سهل، ممكن يعمل بين ابوك وامك فورتينه. بتقول لي اعمل ايه يا دكتور؟ شور عليا، انت خوفتني قوي لما قلت لي فورتينه. خفت يعني اسمه اقتله اكري عليه بلطجيه؟ توكل على الله. خلاص كلم الشباب في الدق دلوقتي، قوموا بالواجب. الله يريح قلبك. بس ما قلتليش مين الاخ اللي في حضنك من اول ما جيت؟ ده توني الرابع عشر. توني الرابع عشر؟ يا عيني، هيطلع معقد نفسيا زي اكيد في توني الرابع عشر كتير فعلته. لو بتحبه انصحك اخنقه قبل ما يواجه المصير اللي انا واجهته. أنا أنطونيو وأنطونيو، أنا مالي روحي نادي. شايف أمي بتعمل إيه؟ قلبي معاك يا صديق. قشطة، هو اللي بدأ المعركة. بص هجيبها فين؟ بص هجيبها فين؟ ها؟ أنطونيوس، ايه اللي حصل لك؟ تسلم ايدك. قفشتك يا ابن الكلب. حظ وحش قوي. شفت السهم جه فين؟ جه في الكازرولة. بس وشرفك وشرفك السهم الجاي في ودنه باذن الله. التعظيم يا بطليموس، طول عمرك فارس بارع. انا ما احبش حد ينافقني. قول لي انت اقوى رجل في مصر. ولد امك. انا عارفه حركاتك دي، والله ما انا سايباك. سامحيني يا ماما، ارجوك سامحيني سامحيني. وديني وايماناتي لهنفخك يا بطليموس الكلب. اني بطليموس؟ انا ولا عمي ولا خالي؟ احنا 60 بطليموس لغبطه. اخرس اخرس خالص. اللي انت عملته مع عمك مارك انطونيوس ما يتكررش تاني، ما يتكررش تاني، والا وشرف امي اعلقك اعلقك. انت عارف بقى امك وقلبتها. اصل هو بصراحه كان واقف مأمبر كده في اغراني، قلت فور فان يعني. ولد اخرس، اطلع اوضتك. حاضر. تعالى هنا لسه ما خلصتش، وبعد كده عايزك تقعد في اوضتك دي على طول. حاضر. تعالى هنا. حاضر. لمده 3 ايام. حاضر. ايه ده؟ في ملكه تقول وشرف امي لانفخك؟ يا رب عرشك يزول. ده ايه الزهق اللي انا فيه ده؟ يعني محبوس في قصري وفي اوضتي وبرضه زهقان. الواد مش من معد فين؟ ما بعت له مسج. ايه ده انا نسيه خالص. غطست كده. انت فين يا زفت؟ ها؟ بس ما ردش عليا ليه؟ ما ردش عليا ليه؟ ايه ده؟ وانا بعتها له لسه؟ انا دماغي جرى فيها حاجه. لا انا مش مظبوط، انا مش مظبوط. ها؟ سن ايوه الحمد لله على السلامه يا حلوه. وريني الامور قال ايه. ايوه ها انا في المعبد. ماشي ان شاء الله عنك ما جيت من المعبد. ابعت لي اي حد بباكو بسكوت. بس تعال تعال يا حلو، تعال يلا سند. اوعى وانت كمان. ما معيش فلوس ابعت لي نص جنيه. تصدق انت رخم، ولا عايز منك حاجه ولا نص جنيه ولا زفت. انا هصرف، هيذلني عشان بسكوت. يا كبير الخدم هات لي يا ابني الشاب ولبن بتاعي. ايه ده؟ ايه الجرأة اللي حصلت في القصر فجأة دي؟ مين المتهور اللي طلب لنفسه مشروب زي جايب التانية دي لمين؟ مولاتي الملكة يا مولاي. مولاتي الملكة؟ أمي يعني؟ ها؟ طبعا ما هي ملكة وأمي.
مش قادر اتكلم معاها، كل حاجه تقلدني. ما علينا. النظام؟ نظام ايه مولاي؟ مش فاهم. نظام ايه؟ انت هتستهبل ولا ايه؟ نظام السقسقه. تقصد حضرتك البسكوت؟ اقصد البسكوت، انا بقصد البسكوت. مفيش حته كده سقسق بالشاي؟ انا اسف يا مولاي، حساب السقسقه تقل قوي. حساب ايه؟ السقسقه. يعني انا لو ما دفعتش مش هسقسق؟ مش هتسقسق. ولو قلت لك استنى عليا شويه مش هسقسق؟ مولاي الحاله بقت كربه قوي، الشعب مش عارف يسقسق. انا ذات نفسي شغال عندك وبقالي فتره ما سقسقتش. ان شاء الله ما سقسقت انت ولا الشعب. انا مالي؟ انا عايز اسقسق دلوقتي. بس كنت مش شايف لعبه. خلاص قول لهم هنصرف لكم اعانه. اديني بقى، خليك جدع. اي حاجه اي حاجه. ايوه كده، حلو يا حلو. فار فار فار، اعمل حاجه. انت تقف تترش؟ امال حارس ايه ونيلت ايه؟ حملك عصابك. دخل هنا، انزل موته. مولاي انا بأمرك تقتله. قلبي ما يطلعنيش. ان شاء الله قلبك يتحرق. هات الفار. انزل، ده انا بترعب منه. بص عليه كويس، اقفشه اقفشه وفسخه كده. ايه مولاي؟ ايه؟ انا خادم كبير اجيب شاي محليب، لكن قتل لا. ايه الاوبر ده؟ ايه؟ انا بقول لك اقتل ابوك. خلص ابوس ايدك. مولاي انا جات لي فكره. ايه؟ احنا نحط له سم فلان. خرب بيتك، ما تقول كده من الصبح. طب هنجيب السم منين؟ معايا يا مولاي. ايه ده، انت جاهز كده على طول؟ انا ديلر اساسا. حلو حلو، انا احب الشغل الجاهز. يلا. ايوه حلو قوي كده. خلي بالك، هو ممكن يكون شايفنا من هنا ومن هنا وبيراقبنا. فاحنا نعمل ايه عشان ما يعلمش الكوبايه؟ احنا نضحك عليه ونلف الصينيه. بس كده. قشطه. الله يخرب بيت، دي سيره والله. انا نفسي معت عليا، ما بقتش عايز اشرب. اشرب انت كوبايتي، انت غلبان. اشرب اشرب. مولاي ايه؟ ممكن الكوبايه يبقى فيها السم؟ لا عيب عيب، وانا ابيعك برضه. ما حطيت انت السم، انا ركزت في الكوبايه، فيها شويه لبن اكتر من الثانيه. امسك يا جدع، امسك، ده احنا مربينك في القصر، ده انت ابننا. اشرب يا حبيبي اشرب. استنى قبل ما تشرب، مش عايز اي حاجه اعملها لك لعيالك، اي حاجه. نفسي اسقسق انا ولادي. هتسقسق انت من جهه، هتسقسق هتسقسق. يلا اشرب عشان تقعد تقول للشعب عايز يسقسق. بالسلامه يا حبيبي. حاسب ايه؟ مولاي انت مش مظبوط صح؟ هو ده هو ده. حاسس بلغه وايه؟ غممان نفس. وايه؟ غممان نفس. غممان نفس؟ طب اشرب. قول لي ايه كمان؟ ايه؟ تقلصات. هو ده الشغل؟ اهراسات. هو ده الموت. هو ده الموت. استنى، انت هتترمي في الارض بالكوبايه بتاعت القصر؟ انتوا اتجننتوا؟ عهده في 60 داهيه. ها قربت؟ مولاي يلا باي باي. مولاي في 60 داهيه. مولاي انزل بقى، زهقتني، بتموت في 3 ايام. حلوة قوي فكرة الشاب ولبن دي، حلوة قوي. طب ما انا ممكن اعزم الاخ مارك انطونيو اللي عامل لي فيها وضع امور ده وبيتنطط، اعزمه على كوباية شاب ولبن. حلو يا نائب كبير الخدم، اعملوا لي يا ابني فنطاش شاي بلبن، وهيروح هدية للامير مارك انطونيو. لا لا ماما، لا ماما، لا ماما، ماما لا. بطليموس بطليموس. ماما لا ماما لا. ابني حبيبي. ماما ماما. مالك حبيبي؟ كابوس يا امي، كابوس فظيع. خير خير يا حبيبي؟ لا هو شكله مش خير بصراحه. بص بقى ماما، انا هقولها لك وانت براحتك، ارجعي على اللي انت بتعمليه احسن، اخرتك شكلها زي الزفت. ايه؟ حلمت اني هتقتل في الحرب؟ لا لا لا، يا ريت. انا حلمت ان انت بعد كذا الف سنه، سوري يعني، هيعملوك علبة سجاير. سجاير؟ ايه يعني سجاير؟ هتسخط يعني؟ لا تسخطي ايه؟ سجاير اللي هي بينفخوا فيها حاجة شبه الجوينت كده، عارفة؟ بيجيبوا ورق كده في المستقبل هيسموه مش عارف بفرة بقى ولا ايه، وبيلفوا التبغ، قصة كده. المهم ان انتي هتتحولي لسجارة. طب ومش كده وبس، طب ايه؟ ده هيبيعوكي فرد وهيسموكي كوكو الضعيف. هات لي يا ابني 4 كليوباترا، 3 كليوباترا، ده يوم يا رب يا رب ما اعيش اليوم ده. طب يا حبيبي اهدى يا حبيبي، بطاطس سوستي اهديكم الله. اهدى يا حبيبي، اهدى يا روح ماما، اهدى. انا هديت بقالي ساعه بهدى، انا هديت. انا عارفه انه موضوع عمك مارك انطونيوس مأثر على نفسيتك شويه، بس معلش يا حبيبي، بكره تزهق تتعود تنسي نفسك ولا ايه؟ انا الملكه والمجد ليا من السحاب للتراب، ما تنام وتستغطى بقى. استغطى؟ في ملكه تقول استغطى ومن السحاب للتراب؟ يا نهار اسود. طالما استغطى بقى لو سمحت انزاحي شويه عشان عايز اقوم اشطف.
كليوباترا ملكة شطرة بس مالها ليها فترة دي بتبكي ولا مالها حتى قطرة كليوباترا كليوباترا ملكة شطرة بس مالها ليها فترة دي بتبكي ولا مالها حتى قطرة كليوباترا قلبة 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 خطرة والمصايب نازلة مطرة قلبة 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 خطرة والمصايب نازلة مطرة فوق دماغك فوق دماغك فوق دماغك يا كليوباترا قلب حياتنا كابوس وابويا في البيت قاعد في البيت مكبوس والشعب الغلبان قاعد شقيان بلبوس كليوباترا مدورها والناس مش لاقيه هموس مرقة انطليوس قلب حياتنا كابوس وابويا في البيت قاعد في البيت مكبوس والشعب الغلبان قاعد شقيان بلبوس كليوباترا مدورها والناس مش لاقيه هموس فيه ايه يا كليوباترا هتطيري وتتنطري نظرة وتبيعي في سمك بقلا على شوق شوقك يا كليوباترا وافتكري مين الغلطان الباب